وبعدين هنفضل قاعدين كده؟ وخلاص اللي راح راح، ولا هنعرف نحييه ولا هنجيبه. نموت احنا بقى ولا نعيش؟ وبعدين يا بنت الفلوس هتخلص وهناكل الزلط. اسمعي كلامي، الدنيا دي مش عايزه اللي يقعد حاطط ايده على خده، عايزه اللي يتلحلح كده ويعرف يعيشها. سامعه؟ وبعدين ايه اللي حصل يعني؟ راجل وطلع ندل في داهيه، في 60 داهيه، في مليون واحد غيره يجي. ايوه انت حلوه وجميله والف واحد يتمناكي. وبعدين عايزه اقول لك على حاجه بقى ولازم تعمليها. انا من ايدك دي لايدك دي. المقصوف على عمره كان كاتب مؤخر 20,000 جنيه، مش هنسيبهم. هتروحي تجيبيهم من حباب عينيه، والا ورب الكعبه ارفع عليه قضيه والففه في المحاكم. اعملي اللي يريحك يا كريم. شاطره. طيب اهلا يا ماريا. اهلا. اهلا يا حبيبتي. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. والله انا قلبي كان حاسس انك هتيجي تزورينا. ده امير هينبسط قوي لما يشوفك. اتفضلي. والله ما كان له لزوم. حاجه بسيطه. اتفضلي ارتاحي. ماريا ازيك؟ ايه بس اللي قومك من سريرك؟ اذا ما كنتش قوم عشانك انت هقوم عشان مين؟ ايه هقوم اعمل لكم شاي. ما تتصوريش زيارتك دي مهمه قوي بالنسبه لي قد ايه؟ ما كانش ينفع اعرف ان انت تعبان وما اجيش ازورك. وحشتيني قوي يا مريم. استنيتك تتصلي بيا ما كلمتنيش خالص. طيب ممكن ما نتكلمش في حاجه دلوقتي؟ انا جايه بس عشان اطمن عليك. مريانة ليه كل ما اقرب منك انا كده بتبعدي؟ في ايه؟ طيب انا همشي. استني. علي علي يا مريانة محتاجك جنبي قوي. انا ما صدقت ان انت تيجي واشوفك. امير انت لازم تحس بيا. انا تايهه والدنيا كلها ملخبطه جوايا. انا بدوامه ما يعلم بيها غير الرب. خايفة أخد قرار مبني على مشاعر مش عارفة توديني فين ولا نتيجتها هتبقى إيه. على فكرة أنت لازم تحس بيا أكتر من كده. حاضر. حاسك أكتر من كده بكتير. بس أنا عايز أسمع حاجة واحدة منك بس. أنت بتحبيني ولا لأ؟ برضه؟ برضه. يعني شوية صغيرين قد كده. شوية صغيرين؟ بس أنا بحبك كتير. طيب انا عندي حفله في الكنيسه قريب، هتيجي بقى ولا ايه؟ لو حابب يعني. ان شاء الله لازم اكون موجود طبعا. مرتين. يا عيني على الحب. يا ستي راعي حالتي الصحيه، انا لسه عامل عمليه بالراحه عليا. خد بكره. امر يا ريس. مش محتاج حاجه قد. لا يا ريس انا تمام. اوعى تكون عايز فلوس ولا اي حاجه وما بتقوليش، هزعل منك. حبيبي يا ريس. ولا انت لسه زعلان؟ لا يا ريس احنا كلنا هنا خدامينك. يبقى لسه زعلان. شوف يا بكرة، أنا ممكن أبقى وسخ مع الناس كلها إلا أهلي وناسي، وأنت عارف الكلام ده كويس. عارف يا ريس. وبعدين يا أخي ما تنساش إن أنت برضو كنت أحد الأسباب في العز والنغنغة اللي إحنا فيها دي. العفو يا ريس، أنت الأصل. تعيش يا تعرف يا بكرة، أنا متضايق. من مين يا ريس؟ مش هتصدق.
قول يا ريس. من حسني. حسني اتغير. لا يا ريس، ما انت عارف ان حسني يعني بيحب يعيش لمزاجه، بس في الاخر هو بيحبك. وانا كمان بحبك. شوف يا بكرة، انا عايز حد يبقى دراعي اليمين، حد يفهمني من غير ما اتكلم، يبقى عينيا اللي بشوف بيها في كل حته. باشا انا رقبتي ليك. صايعت طول عمري بقول عليك بتفهمها وهي طايره. حبيبي يا ريس. خد يا ده بكرة، يلا خد اللفحات دي، انا عارف انها متاخره. ايه ده يا ريس، خيرك سابق يعني. يا تحطها في جيبك قد ده، انت بتموت في الفلوس يعني ايه؟ ماشي يا ريس ماشي. تعال بكرة. امورنا يا ريس. انا قلقان قوي من اللي اسمه جمال ده. والله العظيم وانا كمان. انا قلت كده برضه. بس ما تقلقش يا ريس، كل شارع وله نهايه. صح. طب يلا روح شوف انت بتعمل ايه. ماشي يا ريس. ايه يا عم؟ وانا لازم ادور عليك واكلمك مليون مره يعني عشان ترد عليا ولا ايه؟ احنا عصيه على بعض. انت يا ابني لا اتصلت ولا كلمتني. ما انت عارف انا بقالي قد ايه في مصر. وانت عارف ان انا كنت في الغردقه ولسه راجع. وبعدين انا كلمتك قلت لك تعالى وانت اللي ما رضيتش. يعني اسيب شغلي وانزل اتفسح؟ شغل ولا مزه؟ شغل. مندوب. انا جاي هنا عشان اشتغل يعني. طب يا ترى فلوسه حلوه ولا زي كل مره؟ يعني مبلغ مش بطال. طب ما ترسيني على الحكايه عشان ابقى معاك على الخط. اوبا، طالما ساهمت كده يبقى الموضوع كبير وعايز قعد. بص انا هاجي لك ابات معاك النهارده، وهاجي لك فايق يا عم كمان عشان اسمعك. تيجي تبات عندي؟ يبقى يا معلم المزه طردتك وانت مش لاقي حته تبات فيها، صح؟ ما انت عارف. ما انت حبيبي، هستناك. بقول لك ايه؟ حلوه؟ اصل باين في عينك قوي ان الحكايه فيها بنت. وبنت جامده كمان. اصلك ما تقعدش لوحدك كده تشرب قهوه وتركز الا اذا كان في موضوع، وموضوع كبير قوي كمان. ماندو، هتقوم تخلص اللي عندك وانا هستناك النهارده. طب طلب سخيف بس شويه. لا مش كتير والله. استحاله يا عم، هرجعهم لك والله. مش لما ترجع اللي عليك الاول يا ابني، انت عارف عليك كام. طب تصدق انا زعلت. ماشي امسك يا معلم، بس دي اخر مره. ها عيب عليك. يبقى هات عشا معاك وانت جاي. انت بتديهم لي بقى من هنا وتاخدهم من الناحيه التانيه ولا ايه؟ تصدق ان انت معفن؟ امسك يا عم عشان تعرف بس ان انا خيري عليك. حبيبي ده انا لحم اكتفي من خيرك. ماشي سلام. أنا لازم أحسم الموضوع بقى أو لا. اتفضل. هتجري ورا الفلوس تاني ولا هتحاربي عشان اللي حسيتي بيه؟ أمير، أنت شايفة أنه أكتر واحد مناسب، وهو الراجل اللي أنت بتدوري عليه من زمان، وسرور غني مليونير. هو صحيح أكبر منك شوية بس مش مهم. يا ترى إيه اللي أنا لازم أعمله؟ إيه الخطوة الحقيقية اللي لازم تعمليها يا سلمى؟
عصفور في الإيد أحسن من 10 على الشجرة. ده أمير بيحب ماريا. بتفكري في إيه؟ بفكر في اللي أنت قلتهولي. نقول مبروك؟ مبروك. هو انت جيتي هنا ازاي؟ من الكارت اللي انت كنت سايبهولي. كلمتك كذا مره ما ردتش عليا. الموضوع انتهى خلاص. مش من حقك على فكره، مش من حقك تنهي الموضوع لوحدك. انا من حقي اتكلم واقول اللي عندي. وانت عايزه تقولي ايه؟ عايزه اقول اللي انت ما تعرفوش، اللي لو عرفته ممكن تغير رايك. انا ما خبيتش عليك، انا كنت خايفه اخسرك. انا خسرت حاجات كتير قوي في حياتي كنت بحبها عشان خاطر الظروف اللي زي الزفت اللي انا بمر بيها واللي مش بايدي. انا ما سبتكيش عشان انت حامل، انا سبتك عشان كدبتي عليا. انا ما كدبتش عليك، انا خبيت، كنت خايفه. كان من فضلك تديني فرصه اتكلم. اسمعني، انا اسف، عندي شغل. معلش عشان خاطري، حاول تسمعني، يمكن لما تسمعني تغير رأيك أو يعني اللي يريحك. بس يعني اديني فرصة أتكلم عشان أحس إني مرة في حياتي دفعت عن حاجة بحبها، عشان لو راحت مني أرجع عشان بنتي. عشان خاطري مفيش فايدة. انت زي ما انت وعمرك ما هتتغيري. لا مش صح، انا اتغيرت كتير وكتير قوي كمان. فين بقى التغيير ده؟ تقدري تقوليلي ازاي تقبلي عرض زي ده ومن غير ما تقوليلي؟ ايه يا سلمى، ناوية تعملي زي المرة اللي فاتت وتوقعيلك مشكلة اكبر؟ لا ما تخافيش، مفيش اي مشاكل تاني، ده حتى المشاكل اللي عندي كلها تتحل. انت مفيش فايدة فيكي، وانا بجد ما بقتش قادرة استحمل. ده انا قلت خلاص ربنا هداكي. يا حبيبتي ما تخافيش. صحيح، هو فتحي عامل ايه؟ وايه اللي جاب سيره فتحي دلوقتي؟ اصلا انا سمعت انه اشتغل في مكتب محاسبه كبير. ده طلع اشطر مني ومنك وعارف هو عايز يعمل ايه. ده اللي حصل له ده بسبب اللي انا عملته فيه، يعني انا ليا فضل عليه؟ انت هبله؟ لا والله العظيم بتكلم بجد، ده لولا جناني ولولا قلت له بره ما كانش اتلحلح. بس خدي بالك، فتحي بقى كويس وهو لسه بيحبك يا جليله. اللي انت عملتيه ده كان ممكن يودينا كلنا في 60 داهية. انا بس كنت عايز اعرف عليا دي اخرها ايه. عليا اتلعب عليك يا حلوه منهم هم الثلاثه. انا مش مطمن على فكره. طب والعمل؟ معرفش، من عمال اركز مش عارف اعمل ايه. بقول لك ايه، انا لازم اخلص العمليه دي بعيد عنهم، مش عايز حد يحس بيا. الحل في ايديك انت على فكره. حسني ده لازم نبعده عن الحكاية كلها. أنا حسني ده نفسي أشوفه متعلق في ميدان عام من رجليه. ابن الكلب الواطي أنا يصورني بالطريقة دي؟ أعمل لك إيه؟ أنا قلت لك روحي آه، لكن ما قلتلكيش تتصوري. هفضل قاعد كتير كده؟ من ساعة ما دخلنا وانتي ساكتة
بتفكري هتقولي ايه ولا مش لاقي حاجه تقوليها؟ وانت ليه بقيت قاسي قوي كده؟ انا مش قاسي عليكي، انا عايز افهم، عايز اعرف. ما هو انا والله العظيم انا كنت هحكي لك على كل حاجه من اول ما شفتك، بس بصراحه انا كنت جبانه، خايفه اقول لك يمكن تتضايق وتبعد عني. انا كنت زي اي بنت بسيطه تحلم عايشه في حاره على قدي، اشتغل يوم بيوم، بحلم بس الدنيا كانت مضيقه عليا شويه. مش عايزه اشغلك بالظروف اللي انا كنت بمر فيها، لحد ما ربنا بعت لي ملاك من السماء، بني ادم حنين قوي، حس بيا وقف جنبي ورجع لي ثقه في نفسي وان انا من حقي اعيش واحلم زي الناس، اتجوزني. بس يعني الله يرحمه بقى، ربنا افتكره. لما مات كنت فاكره ان انا مش هعرف اعيش تاني ومش هعرف احب تاني، لحد ما شفتك. حسيت انه لا، انا ممكن احب تاني، بس خفت اقول لك تمشي وتسيبني، يعني متضايقه قوي ومش هقدر. انا ما كنتش عايزه اخبي عليك حاجه، انا عايزاك تعرف كل حاجه عني، عايزاك تعرف اهلي وتعرف بيتي وتيجي حارتنا وتتعرف على ابويا. انا مش عايزه اخبي عليك حاجه، صعب قوي ان انا بقول ده الشيء، بس انا بحب بجد، مش عايزه ابعد عنك وهحارب عشانك. تصدق بقى ما تصدقش، انت حر. على فين؟ خسر وشك. احنا مش كنا روحنا البيت احسن؟ انا ما بحبش الاماكن دي. معلش يا حبيبتي، هنتعشى ونروح على طول. مدام فين؟ ايه؟ لابسه اسود ليه؟ اصل انا ابويا مات. محدش قال لي. وانت ليه ما سالتش؟ انت جايه ليه يا هلا؟ ما هو لو انت كنت عايزاني اعرف ان ابوكي مات او عايزاني اقف جنبك كنت قلتي لي. هلا، أنا راجل كبير وفاهم الدنيا كويس وأعرف أقرا الناس من أول لحظة، وفاهم الكويس من الوحش. في بعض الناس مش فاهمة نفسها ومش عايزة حد يفهمها نفسها. الحقيقة بقى إن أنت مش عايزة تعترفي إن أي حاجة حصلت لك في حياتك أنت السبب فيها، مش أي حد تاني. على فكرة أنا كنت متوقع إن أمك تيجي معاكي عشان المؤخر، بس مفيش مشكلة. الشيك أهو نجهزه من أول يوم. أنت قاسي أوي كده ليه يا عبد العزيز؟ يا
أنا مش قاسي يا مدام هالة، أنا واقعي. أنت عايزة تعملي كل اللي على مزاجك، محدش يقول لك أنت غلط. عايزة كل الناس تقول يا حرام دي مظلومة، الدنيا والأيام ظلموها، يا تعمل إيه؟ ما كانش فيه قدامها غير الطريق ده تمشي فيه. إنما الحقيقة بقى إن أنت كان قدامك 100 طريق، بس أنت اللي مشيتي في الطريق ده بمزاجك. وأنت بقى الصياد. أيوة أنا بقى الصياد، أنا بتاع مزاجي. ما هو أنا يا مدام هالة لو عايز أتجوز جوازة قدام الناس في العلن، كنت هتجوز واحدة من مستوايا، من بيئتي، تشرفني، شبهي. إنما بقى الجوازات اللي بالي بالك اللي أنت عارفاها زي السيجار ده. بصي اخد مزاجي منه ولما يخلص ارميه في الارض ادوسه بجزمتي. على فكره امك مش هيعجبها كده وانا ما بكتبش شيك مره تانيه. هو انا قلت لك انت طالق ولا لا؟ معلش اصل انا بنسى. انت طالق يا هالة؟ حسني باشا، حسني باشا، باشا فين يا بكر؟ سلام يا بيبي، اتصل بيك من الصبح وانت ما بتردش. معلش بس انا كنت دايخ شويه كده ومشغول، نسيت اشحن الموبايل. معلش يا باشا، هو منبه علينا ان احنا ما نرجعش الا بيك، عاوزك ضروري. اتفضل يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. القطة مالها؟ شكلك عايزة تقولي حاجة. يا
عارفه يا ليلى، بقالك سنين ما حضنتنيش الحضن ده. يابا محتاجك قوي، خليني في حضنك كده العمر كله. يا سلام يا بنتي. معلش معلش يا ليلى، انا الغلطان يا بنتي، انا اللي نسيتك واهتميت بنفسي ونسيت ان انا عندي كنز لازم احافظ عليه. متخافيش، والله ما هسيبك تاني ابدا. في ايه؟ نخش جوه. انا خايفه يبقى مراد. مراد ولا الجن الازرق؟ خش خش، ان انا ورايح الكلام معايا انا. ايوه. مساء الخير. مساء الخير. مش ده بيت المدام ليلى؟ حضرتك مين؟ انا معلش يابا، انا اسفه معلش، هفهم حضرتك، اديني ثانيه. على فكره انا كان ممكن انسى اللي انت عملتيه النهارده، كان ممكن اقول لنفسي انا مش عايز اعرف هي مشيت ليه، بس عشان انا باقي عليكي جيت لك هنا النهارده عشان اعرف انت مشيتي ليه. ايوه يا استاذ، ممكن اعرف حضرتك مين وعايز ايه؟ والله هقول لك، والله هقول لك يابا، معلش انا اسف. اتفضل يا استاذ. اتفضل يا شريف. انا اسف ان انا جيت في وقت متاخر زي ده، بس الحيره هتموتني. اهلا وسهلا. اتفضل. اهدي اهدي بس خلاص، لا تخافي، تعالي 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 معي تعالي معي، لا تخافي، لا سيبني وسارع فين عم حسني؟ بس هو انت كده عمري ما احتاجتك ولقيتك. هو احنا مش اخوات ياض ولا انا ايه؟ بيتهيألي في ايه يا ابني؟ احنا طبعا اخوات، بس عامل لك ايه؟ ما انت اللي قاريني شغل ليل ونهار، كأن مفيش حد غيري في الدنيا يعني، وانت قاعد مريح هنا مفخر. طب ما بتردش على الموبايل ليه؟ ما بتردش على الموبايل ليه؟ ايه السبب يعني؟ معلش، تبقى عنده ظروف، ابقى نايم، عندي زيارات عائليه يعني. هو انت متضايق ان احنا بنشتغل مع بعض؟ ولا انت متضايق ان انا بقيت اكبر منك؟ هو انت بتغير مني ياض؟ شكلك بتغير. ولا انت متضايق ان انا بقيت الكينج؟ انا الكينج؟ كينج ايه بس يا سلام؟ لا، هو في من الاخوات حاجه زي كده؟ لما اكلمك ترد عليا. حاضر، هرد عليك. ولما عاوزك تجيلي لحد عندي يا حسن. هجيلك طياره. هو تعبان، تعبان وزعلان منك. زعلان منك عشان انت صاحبي، صاحبي والمفروض تبقى جنبي. طب تعال تعال. هجيب فين؟ تعال اقعد بس. لا يا عم مش عايز اقعد. يا عم اقعد نتكلم مع بعض شويه. اقعد 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 كده. هات الكاس ده. لا لا استنى طيب. كل. هات يا سلام، انا عمري ما ازعل منك. انت اتجننت في نفوك. يا عم انت ما بقتش معايا. ما اعرفش انت سارح فين ولا بقيت بتحكي لي حاجه. انت اتغيرت يا على الطلاق اتغيرت. خلاص يا سيدي اللي تشوفه. بس اهدى كده بقى. فهو بقى انا تعبان.
تعبان قوي. بكرة بكرة عمر حسني باشا. اعمل الباشا في الجلعة على طول. حصل الرئيس. وانتي عاملة ايه دلوقتي؟ انا الحمد لله تمام. تحبي تشربي حاجة؟ ياه، ومن امتى الحب ده كله؟ ايه اللي فات مات؟ لا، اللي فات عمره ما بيموت، احنا بنحاول ننساه، لكن يموت ما اعتقدش. ما يبقاش قلبك اسود. لا وانتي يا حبيبتي قلبك بمبا مسخسخ. انا عارفة انك شايلة مني. تعالي نتفق ان انا غلطانة وانتي كمان غلطانة يا علي. على اي اساس؟ على اساس ان كل واحده فينا كانت ماشيه في طريق وجت الثانيه قطعت عليها. هو احنا ماشيين على المحور ولا ايه؟ هو احنا هنقسم على بعض؟ بقول لك ايه، هاتي من الاخر، انا مش فايقه اللف والدوران. انا مش مستريحه ولا الايهاب ولا الحسن. صحيح اني حسني معاكي وانا كمان ايهاب معايا، بس الاثنين دول ابوهم القرش وامهم الجنيه. وانتي بقى اهلك مين، الدولار ولا الاسترليني؟ انت هتسمعيني ولا؟ هاتي اللي في بطنك. انت عماله تحومي على وسيم، شايله سمير في جيبك. انت طلعتي اشطر مني يا علي، انا طلعت خايبه قوي. ده انت كمان ماسكه عليا سديهات مع حسن. انا ما اقدرش اذيكي ولا الف من وراكي خالص. عارفه يا كماليه، انا اللي انت فيه دلوقتي يكفيني. ممكن استغنى عن اي حاجه بعد كده، وانا شايفاكي قدامي كده لا عارفه تجيبي ورا ولا قدام. صدقي الدنيا دي وحشه خالص وما تتامنش. وعشان هي ما تتامنش وحشه قوي، خلي بالك اللي معاكي النهارده ممكن بكره يكون ضدك. عندك حق، انا معاكي. السديهات اللي عندك دي تهمني، اما سمير انا مش عايزه منه حاجه، حلال عليكي. اما وسيم بقى يهمني. ولا انت هتتجوزي الاثنين وبعدين؟ وكل اللي انت عايزاه هنا عن الشركة أنا تحت أمرك فيه، وأكتر من كده هيبقى طمع. أنا عايزة كل تعاملات الشركة اللي معروفة واللي مش عايزين حد يعرفها. أنا تحت أمرك، كل ده هيبقى تحت إيديك. أنا عارفة إن وسيم كان ليه عم. وده يهمك في إيه؟ أنت تنفذي وخلاص. هو أنت عايزة إيه بالظبط؟ عايزة أعرف مين المحامي المسؤول عن كل الأمور القانونية اللي في الشركة والملفات، وكل الملفات دي عايزه صوره منها، وخصوصا اللي عن عمه. عليا، هو انت جيتي الشركه هنا ليه؟ مش من حقك تسالي، في بينا اتفاق، انت تعملي اللي انا عايزاه وانا اعمل لك اللي انت عايزاه، اكتر من كده لا. الو، بقول لك ايه، اول ما تخلص شغل كلمني ضروري، انا عايزاك بعد الشغل على طول.